السلام عليكم. واشنطن تعيد إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة أعادت إدراج جماعة أنصار الله اليمنية التي يعرف أعضاؤها باسم الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية. وقالت إنه على الرغم من التحذيرات العديدة والجهود الدبلوماسية، فإن هجمات الحوثيين لم تتوقف. وأضاف ردا على الهجمات المستمرة والمتصاعدة، تصنف الولايات المتحدة أنصار الله المعروفة أكثر باسم الحوثيين كمنظمة إرهابية. وتابع تم اتخاذ هذا الإجراء بسبب الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر وخليج عدن، وتشكل هذه الهجمات مثالا على الإرهاب وتنتهك القانون الدولي وتشكل تهديدا خطيرا على الحياة والتجارة العالمية وتعليق إيصال المساعدات الإنسانية. وتأمل الولايات المتحدة من خلال تصرفاتها في الضغط على الحوثيين سعيا لتحقيق هدف وقف التصعيد وتغيير سلوكها نحو الأفضل. وأضافت العمل بالتصنيف لن يبدأ قبل 30 يوما، وإذا أوقف الحوثيين هجماتهم فقد تفكر واشنطن في شطبهم من القائمة. يذكر أن حركة أنصار الله الحوثيين شنوا هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر اعتبرتها مرتبطة بإسرائيل على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وتقول الحركة إنها تتحرك تضامنا مع الفلسطينيين في الوقت الذي تستعر فيه الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس في غزة. وردا على ذلك، نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة من الهجمات على مواقع تابعة للجيش اليمني في مناطق مختلفة باليمن منذ فجر الجمعة 12 يناير، فيما أعلن الجيش اليمني أن كل المصالح الأمريكية والبريطانية أصبحت هدفا مشروعا. فيما قال البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تريد حربا مع اليمن، لكنها لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات. في الأخير، إذا كنت من المهتم بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.